وبنتابع جولتنا يا جماعه. صباح الفل، صباح الهنا، صباح الخيرات احبائي واعزائي مشاهدي قناه جوار السويس. جوله على شاشه قناه جوار السويس، بنوريكم يا جماعه الموجود في حلقه السمك الحار الاولانيه، وبنتابع ان شاء الله، ولينا لقاء باذن الله قريب ان شاء الله. تمام، وبنتابع ابو السيد. ايوه كده، الابتسامه دي لعلمك تسوى، والله تسوى تسوى ملايين. صباحك فل يا ابو السيد. النهارده بتقول لي انا عندي حاجه يعني مميزه، نبدا مع بعض مع الناس. جرم البياض ده، جرم بياض ده تقيله قوي يا استاذ، بسم الله ربي يحسن سوها. تقطع لها 13 11 كيلو؟ لا يا 6 كيلو 5 يا راجل. طب وزنها كده يا سيد؟ كم؟ 6 كيلو. عشان الناس ما تكشش منها بس. على كام؟ 50 يعني ب 300 جنيه. عزومه 100 ايه رايك؟ فيليه وجزل وشوربه، يعني دي تشكل منها. بصوا يا جماعه، هتعملها فيليه هتمشي معاه، هتعملها جزل هتمشي، يعني قالي وفيليه وشوربه. عزومه ولا مش عزومه؟ اسره كبيره. تمام، دي يا جماعه ارشحها لكم، سمكه نظيفه وسمكه لحمها ابيض، 60 جنيه. حلو. القروش الجميله دي ابو دقه ده، ده النظيف ده عمي. ابو دقه، اي اسماء ابو دقه؟ بكام دي يا ابو سيد؟ ده ب 65 عمي. 65 يا جماعه. شوية قروش بلدي. 65 جنيه. جميل. طبعا احنا قلنا الناس ما تخافش، دب صباعك في النخشوش هنا 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 في خلف القرش، دب صباعك في النخشوش وشمه، لو في نشادر سيد يقول له ايه؟ وحش ما تاخدوش، وانت ما تدخلوش ايه؟ الدكان. الصدفه الجميله دي ارفعها لي كده. السمكه دي مظلومه يا سيد، صح؟ لا مش منتشر زي الصيد شعور وهي اللي عارفه، بس احنا بنعرف الناس بيها، احنا بنعرف كل ما بنعرف حد بيجوا عليها. يعني دي سمكه لحمها ابيض بصوص بيضة ودسمه. بكام الصدف؟ 65 بس. بلاش 65 برضه سعره حلو يا جماعه. والبلاطه؟ البلاطه 90 جنيه. كام؟ 90 يا جماعه، الحجم الكبير ب 90. بصوا يا جماعه، يعني سيد ماسكها بطريقه بسم الله، مش تفتح النفس يا سيد والله. كام ده يا سيد؟ 50 مش 40. والجمبري الازاز السويسي 45 يا محمد. ده الازاز الوسط الصغير بكام؟ ده ب 170. 170. بصوا يا جماعه، شويه جمبري يعني بس صغير عم. الف هنا والصحه. هو الحجم ده حلو يا سيد، صح كده؟ والشراره؟ الشراره جميله ب 70 جنيه. 70 جنيه شراره شوي فقط. شوي قنبله، شوي زيت الأمير، صح كده؟ شوي قنبله. لحمها مسكر وفص ابيض زي الجمبري. ايوه عم، اي سمك احمر، مش اي سمك احمر، اي سمك اللون ده كده عم احمد بجامد. احنا بنعرف الناس طعمها، بنقرب الطعم. لا جامده زي البربوني شويه، زي الجمبري. هي فصها زي البربوني بس فصها ناشف شوية. الله ينور عليك. دي بقى يعني الناس عرفتها، مز البياض نجم الشباك، صح ولا لا؟ نجم الشباك جامد، ده جامد في الاكل. بص يا جماعه، انا النهارده اول مره من فتره الاقي مز ماسك نفسه يا سيد. كل ما الجو ساقع عم احمد السمكه تمسك نفسها. الجو لسه حر مرهرطه شويه مريحه كتير. كل ما الجو ساقع السمكه تمسك نفسها. لا ماسكه نفسها يا سيد، وبقى ليها جمهورها. بكام المز؟ 80 جنيه يا جماعه. جميل جدا. السوبر جامبو ده بقى، انا بقول لك اهو، بص يا جماعه، اطول من كف ايد سايب. ده 12 تقريبا؟ لا لا ده 15. 15 بكام؟ يلا يا عامل 320 عمار. 320 نزل يا سايب. نزل ايه ده، هيرفع عمار على سعره دلوقتي. لا لا ما نزلش،
الجمبري بيرفع عشان ما اعرفش انا قليل اه تمام عشان تبقى صريح بس. والكابوريا الدكوره دي كابوريا ب 70 جنيه 70 جنيه خمسات اربعات اربعات وخمسات كابوريا بص الجاره بتاعت الكنال بتاعت الكنال دي اه كابوريا جامده اه ولحمها سكر تمام والمرجان المرجان 140 140 مرجان يا جماعه ابو اتب والازاز الابيض الازاز الابيض ده ب 170 100 وكم 170 يا جماعه ده كام اربعينات اه اربعينات في الكيلو يا جماعه في الازاز ده بقى عم احمد ده كام ثلاثينات ده ولا كام اه ده ثلاثينات ثلاثينات الحمد لله بكام ابو سيد ده عامل 250 250 عشاق الجمبري السويسي الحجم ده يا جماعه ب 250 كشري فانوس كشري ب 100 ب 100 هذا ما شاء الله صعب يا شعور وشعور ابو سيد 110 بس 110 شعور سويسي اصفر شعور ماشي الحمد لله انا محسن الشعور مريح الحمد لله يعني سعره كويس هو السمك مريح يا عمار بس في انواع قليله السنه دي هتغلى اللي هو الجمبري الكابوريا الحاجات دي ربنا يستر الدنيسي اللي هو كف اه ده كان ده دنيس جامد والله ده دنيس الكف اه بكام؟ ده ب 90 يا عمار 90 والشعور اللي هو بقى ايه؟ الشعور ده ب 80 بتاع الصواني والطواجن ها؟ بكام؟ ده ب 80 يا عمار 80 جنيه يا جماعه شعور حلو يعني نص كيلو وانت طالع نص كيلو 600 700 ما انا بقول لك كده اه ده الدراج دراج جميل الدراج ده يا سيد تسلم ايدك يا سيد بكام ده؟ دراج ب 90 يا عمار 90 انش دي؟ دي انش هتكلم بقى بالعرض هتكلم لا هتكلم تتكلم بالعرض كده عشان الناس تتفرج على الجمال ابو خط اصفر في النص يا جماعه بطول السمكه في خط اصفر اهو دي علامه من علامات الانش انا ما اكلتش الانش قبل كده اكلها للناس يا سيد اقسم بالله احلى اكل اكلها لهم دي يا عم احمد جزل وفليه صينيه ومقلي وشوربه ومدفونه والاصغر من كده سنجاري سنجاري دي لحمتها جامده قوي يعني قريبه مثلا من ايه دي والله كانك بتاكل 111 كانها 111 انتوا كده هتغروني ان انا اجيبها مره عندي في المطعم في المطعم في المطبخ عندي واوري الناس طعمها ولحمها اقسم بالله فصها جامد ده تاني واحد يشكر فيها طب عم احمد ما فيش حاجه لما تاكل اكلتها يا سيد؟ امال ايه؟ اه انا ما اكلتهاش ما اكلتهاش يا جماعه مفيش سمكه ايه؟ مفيش سمكه ما اكلتهاش يعني كل يوم سمك؟ كل يوم سمك بفضل وعشا سمك؟ انا ما بزهق ما باكل لحم غير على الفيسبوك صباح الفل يا حبيب قلبي منور الشاشه شاشه خلاص اهلا وسهلا